حلا وفد صيني منظم من قبل مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني ضيفا على السعودية أمس الثلاثاء، حيث سيتبادل أعضاء الوفد لرسالة نائب المفتش من دائرة حقوق الإنسان لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصينية تسوي فونغ، وجهة النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام السعودية. اجتمع أعضاء الوفد مع الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي صالح الوهيبي صباح أمس الثلاثاء، وقالت سو فونغ في الاجتماع إن التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية تعود إلى تاريخ طويل، وإن الصين تأمل في بذل الجهود المشتركة مع المنظمات غير الحكومية العربية من ضمنها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وذلك لتعزيز التواصل والتعاون في المجال الثقافي والتعليمي. وفيما يتعلق بالوضع الديني في الصين، أكدت سوفون على أن الصين تنفذ سياسة حرية العقيدة الدينية وتحمي الأنشطة الدينية العادية وفقا للدستور والقوانين، وتعارض بشدة في الوقت نفسه الإرهاب المتستر بعباءة الدين بكل أشكاله. كما تبادل أعضاء الوفد وجهات النظر مع مسؤولين من وزارة الخارجية السعودية ووسائل الإعلام المحلية، وخلال اجتماع مع محرري جريدة الرياض التي تعتبر أكبر جريدة سعودية، أشارت سوفون إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية قد استغلت منطقة سينتيان الذاتية للحكم لقومية الويغور والوضع الديني الصيني لتشويه صورة الصين والسياسات المعنية، مضيفا أن زيارة الوفد هذه تهدف لدحض الصورة الخاطئة التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية، مضيفا أن زيارة الوفد هذه تهدف لدحض الصورة الخاطئة التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية. كما قال إن الصين ستدعو الصحفيين السعوديين إلى سينتيان الصينية وتقدم لهم كل ما في وسعها من المعلومات ليتم نشرها في وسائل الإعلام السعودية. ومن جانبه أعرب نائب رئيس تحرير جريدة الرياض أحمد الجميعة عن نيته بذل الجهود مع الصين وعرض الصورة الحقيقية للصين لشعوب الدول العربية.